لا إله إلا الله، أصبحنا وأصبح الملك لله. السلام عليكم، صباح الخير. اليوم الثلاثاء 28/10/45، يوافق 7/6/24 ميلادي، على الساعة 5:30 قبل الشروق. حاليا في راس محيسن. آخر مرة جيت قبل 6 شهور أو 5 شهور لما رجعت من جدة، وحاليا رايح جدة برضه. بروح أجيب الوالد والوالدة، بجيب أمي وأبويا من هناك وبرجع مبها. فقلت فرصة خليني أمر على الموقع هذا. كسارة قريبة، يمكن 7 أمتار كذا لين أوصلها. زي ما تشوفون السيارة فاضية ما فيها شيء، ما جبت إلا القصبة حقت الكاست والورات والجيجات بس. والله يكتب الخير، توكلنا على الله. يا الله يا رب. بسم الله، بس أفك هذه. والله ما شاء الله، اليوم الجو بارد، جت شمالية من أمس ومن قبل أمس، قلنا يومين أو 3 أيام، واليوم باردة. اليوم مرة باردة الشمالية، ما شاء الله تبارك الله. يلا يا الله يا كريم. هذه كسارة، شوفها قريبة هنا، شوف الصخور هذه. يا الله يا كريم. نحول هذه كأني شفت. اي والله، يلا هذه ما هي بعيدة، هذه الصخور هنا، لكن ان شاء الله ما بينها حفر. لا لا ما في شيء ان شاء الله. ام القنافذ هنا، يا الله يكثرها القنافذ. اي والله، شوف الكسارة ما شاء الله تبارك الله. الشعب هذه كويسة، الشعب هذه ما شاء الله. يا الله يا رب. جيك 40 جرام، عن مضيع ميجا كويس 40 جرام، بس عندي جيكات 60 جرام. لكن شوف المنطقة، توقع انها عميقة، اتذكر اني قد رميت فيها اول، اتذكر انها عميقة. شوف لا عميقة ما شاء الله، باقي ينزل. شوف والله ما شاء الله عمق، لا لا يعني زي عمق كذا. او بسم الله، هو الباقة تحتي، أشوف السراب. ها ما شاء الله، هي باقة اللي إن شاء الله. بعدين شوف هنا سراب ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. إذا طلع النور وجبت الكاميرا الثانية صورتها، ضربت كذا واحدة كذا وفكت مرتين، ما عرفت شيء. هنا قريب، شوف الحفر هنا كيف خطيرة. شفت؟ وهنا شوف كيف جيت المنطقة هذه مليانة جلبان، يرموا من هناك من الشاطئ ما يدخلون القسارة. شوف الجلبان كيف، والله العظيم شوف خطيرة خطيرة والله العظيم. والله مليانة القسارات هذه، مليانة جلبان. ما شاء الله ما شاء الله، يا الله يا كريم. الله يجيبها، يا الله يا كريم. هذه
يلا يا رب. هذا عقام، هذا عقام. يقول ان شاء الله ضيرك يا رب، كن ضيرك. لكن كذا كنا عقام، والله ما ادري كيف اسويه بالعيله. يا الله يا رب، شكلي بطلع برا قريب الموقع هذا. هنا شوف شو عقام، اتوقع ان شاء الله يكون ضيرك. يا الله يا رب. لا ضيرك ما شاء الله، ضيرك ما شاء الله، ما شاء الله حبة ضيرك ما شاء الله. اوه كيف اجيبها الحين، اجيبها بالله. ضيرك ما شاء الله، بطلع برا احسن. تعالي تعالي تعالي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. والله قلت نعقام، اللهم لك الحمد. حبة فيها 2 كيلو كذا، اللهم لك الحمد. عليك 40 جرام، الحمد لله والشكر. كان قصدي اطلعها هناك لكن خفت ينقطع، قلت امسكها مع ذينها، خلنا نطلعها نوديها هناك. والله لك الحمد، الحمد لله والشكر. المشكلة ما معايا ثلج ولا معايا شيء، لكن بأمر اخذ من قدام، مراحل من قدام شو اسمه في الليل وعبي ثلج. الله لك الحمد. ايه باقي حي، بغرق هذه النشفه، خلي وسطها كذا على بال ما اطلع برا، وزيد احاول ان شاء الله تغيره مشيئه الله. اللهم لك الحمد. هلا ان شاء الله هذا تغداب وانت عشابه مع الوالد والوالده مشيئه الله تعالى، لكن خله كذا ونرجع نلحق. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد والشكر. خليني اشيك على هذه بس، لا كويسه كويسه، بزيد نحاول نقول الله يجيب غيره، الله يجيب غيره. والله في البدايه نتر كذا، قلت لك هنا عقام، الاخير الحمد لله طلعت. هذا الثاني، هذا الثاني. نقول ان شاء الله شكله صغير هذا، ولا فك. نقول ان شاء الله الثاني ذا على جيك 60 جرام. ان شاء الله ادري شو هذه نتر، ادري شو شكله. نقول ان شاء الله هو زيه. لا نازل تحت ذا ما شاء الله. هذا الثاني 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 الثاني. الله يجيبه، الله يجيبه. برفع الفلين بكيفه. لا لا. هذا الثاني، هذا الثاني. اللهم لك الحمد، الحمد لله. غرقت الماكينة، غرقت الماكينة ودي. الحمد لله. هذا صغير، هذا أصغر من الأول، لكن الحد الآن 2. الحمد لله والشكر، اللهم لك الحمد. هذا فيه كيلو تقريبا أو حدودها أو أقل، لكن كويس مع هذاك. اللهم لك الحمد. هذا الأول ما شاء الله، هذا الأول. وهذا الثاني زيد محاول إن شاء الله، إن شاء الله تجي. أصبر شوية حلو، اصبر يفهم. نغطيها بس بهذا. الحمد لله، اللهم لك الحمد. نزيد نحاول مشيئة الله، نزيد يطلع غيرها مشيئة الله تعالى. هذا الجيك 60 جرام يضرب عليه الصغير، والكبير ضرب عليه هذا 40 جرام. شو الكبير على الصغير والصغير على الكبير.
عكس. بسم الله، يا الله يا رب، يا الله يا كريم، الله يجيب غيره. ما بطور زيادة، خاف لا تخرب علي هذا. بزيد ارمي كذا رميه في شيء ولا اتوكل على الله، لكن زيد نرمي حد في ضرب. بسم الله، بعد اثنين ذي ما ضرب شيء. الظاهر اخر محاولة ذي وبمشي، خاف لا تخرب علي هذه. لو في ثلج عندي وذي حطيتها ما فكرت، كان جلست عادي، لكني خايف لا تخرب. غير الحق اي محل اشوف لي في اللين واحط ثلج. باقي وراي مشوار الى جدة والله، لكن نحاول محاولة الاخيرة هذه في شيء ولا الله ملك الحمد. خير بركة ذي، الحمد لله والشكر، الحمد لله، ربي لك الحمد. سبحان الله، من زمان برجع على راس محس كذا، حاس فيه خاصة الضواريك يعني، والفترة دي عشان منطقة عميقة يعني وقت الكنة. الحمد لله والشكر، توكلنا على الله. بس بوزنها اشوف كم فيها. اتوقع ذاك فيه 2 كيلو، الا من كيلو ونص ل 2 كيلو، والثاني ما يوصل كيلو، ما يوصل اقل من كيلو. لكن الشباب اللي قريب من هنا براس محسن لا يفوتكم والله، في يشتغلوا جقات، ويمكن لورات، بس الجقات اللي من بعيد هي ضربت كلها بعيد، منطقة عميقة ولا فيها خير. توقع انها موجودة، وتوقع على الظهرية تكون موجودة وقتها. هذا برضه يجي في الظهرية، والموسم هذا موسم الكنة، موجودة الضواريك بكثرة. والباغة شفتوها، صورتها مليانة الباغة في جوارها، الباغة والساردين وغيرها. لا يفوتكم اللي قريب من هنا، والله يرزقكم الخير. زيد غرقت علي هذه، يلا طاحت في المويه، شفتوها قبل شيء طاحت في المويه. هي كويسه ضد المويه بالنسبه للتروس اللي جوا، ما عندك مشكله المنطقه هذه، ما عندك مشكله فيها ضد المويه المنطقه اللي هنا. لكن اللي هنا الرمانات تدخل من فوق من هنا المويه فتصدي بها، ولا هنا لا ما تدخل، هنا ضد المويه. يلا غير نغسلها، غسلها كذا مبدئيا. وصلت هناك فكيتها وغمستها في مويه، وانا ثقلت معايا بعدين فكيتها ونظفتها. لكن والله اول مرة تطيح معايا في المويه، انشغلت بالضيره كذا وانا اطلعه وما انتبهت. الله خليني اوزنها، ابغى اشوف كم فيها. لا لا ما شاء الله، ممكن يوصل 2 كيلو ذا، ممكن يوصل 2 كيلو. الله يستر، جدي في ايش اسمه اسنانه مره. اذا 2 كيلو ما شاء الله، هذا في 2 كيلو، وهذا اكيد في كيلو ولا 800 جرام ولا حدودها. توقع 800 جرام الى كيلو، حتى ما اظن يوصل كيلو. خليني اتاكد شو كم. يعني 800 و900 جرام، بين 800 و860 جرام. خير بارك الله ملك الحمد، الحمد لله والشكر، الحمد لله. بحطها هنا، قصيت هذه بحطها هنا، احطها كذا، واحط المنشفة معها، بغطيها بالمنشفة الي ما اوصل هناك احط لها ثلج، لكن بغطيها بالمنشفة لازم تغطي ذي. غير المنشفة عشان لا يخرب. بس
يا الله الحمد لله. وقفت عند البقالة هنا، اخذت فلين واخذت ثلج واخذت شطرطو، حطيت الثلج عليها تمشيني لهناك بس، خلاص الحين اغطيها وبشطرطو وتوكلنا على الله وعلى جده.